يعني ايه نعمل مدينة شرم الشيخ جديدة لكن على البحر المتوسط؟ هنتكلم النهاردة عن مشروع بيضم اكبر تجمع لسلاسل الفنادق العالمية في مكان واحد، متخطط صح بطريقة حديثة، وموجود فيه اجمل شواطئ العالم في مكان مميز جدا بخليج رأس الحكمة. ده باختصار هو مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة. تعالوا نشوف الفيديو. في البداية خلونا نتكلم عن قرية رأس الحكمة. رأس الحكمة هي قرية شاطئية بتقع على بعد 85 كيلومتر شرق مطروح، تحديدا بتبتدي من الكيلو 170 طريق الساحل الشمالي لحد الكيلو 220 بمدينة مطروح، يعني مدينة شواطئها طولها 50 كيلومتر وعرض 4 كيلومتر. لو بصينا على الخريطة هنلاقي شرق رأس الحكمة موجود العالمين الجديدة في الموقع ده، وغربها موجود مرسى مطروح، يعني المدينة في النص بين العالمين الجديدة ومرسى مطروح، وده موقع مميز جدا. زي ما احنا شايفين موقع المدينة على شكل مثلث او لسان طبيعي بيدي ليها اطلالة رائعة على البحر المتوسط. عايز اوري حضراتكم درجة نقاء وجمال المية هناك. الشواطئ في الموقع ده نظيفة جدا ونقية لدرجة عجيبة، حاجة عاملة كده زي المية المعدنية، لدرجة ان الملك فاروق في الاربعينات كان معجب جدا بالمكان ده وقرر يعمل فيه استراحة ملكية رغم انه بعيد نوعا ما ورغم وجود قصر منتزه في اسكندرية. فتخيل الملك فاروق كان بيسيب قصر منتزه، واحد من اجمل القصور في العالم، عشان يستمتع ويستجم في رأس الحكمة. في سنة 75 قرر الرئيس السادات استغلال المنطقة واقامة مدينة سياحية فيها، وصدر وقتها قرار بإخلاء القرية بالكامل، لكن المشروع ما تمش بسبب التكلفة المادية، خصوصا ان مصر وقتها كانت خارجة من حرب 73، وفضلت القرية زي ما هي مرورا بعهد الرئيس مبارك. ما تمش استغلال المدينة في اي مشاريع باستثناء قصر الملك فاروق، اتحول لاستراحة رئاسية للاستجمام في عهد الرئيس السادات ومن بعد الرئيس مبارك. طيب احنا دلوقتي عندنا موقع عبقري وواحد من اجمل الشواطئ في مصر والعالم، شواطئ بكر نظيفة جدا، وفي نفس الوقت هو اطول شاطئ على الساحل الشمالي. عايزين نستغل الكنز الطبيعي ده ونحوله لمدينة سياحية عالمية. هنا وجه الرئيس السيسي ببدء تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة عشان نحولها لمقصد سياحي عالمي طول السنة، وده جزء من رؤية مصر 2030، وهو تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي بالكامل، بحيث نخططه ونستغله على أعلى المعايير العالمية ونحوله لمنطقة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية. مساحة المشروع 55 ألف فدان، من المتوقع أنه هيستوعب 300 ألف نسمة وأكثر من 3 مليون سائح سنويا، والأهم أنه هيوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة. بالنسبة لمراحل تنفيذ المشروع، حاليا احنا في مرحلة إخلاء موقع المشروع ودفع التعويضات. لحد دلوقتي تم دفع تعويضات للسكان تجاوزت 93 مليون جنيه، وبعد الإخلاء هنبدأ في تنفيذ المشروع مباشرة على مراحل. المرحلة الأولى هتكون على مساحة 18 ألف فدان من 55 ألف فدان إجمالي مساحة المشروع. أهم شيء بيميز المرحلة دي إنه هيكون فيها سلاسل فنادق عالمية ومدينة ملاهي مائية وممشى سياحي ومنطقة تجارية وإدارية. كمان هيكون موجود محطة للقطر السريع من نوع سيمنز واللي هيعدي على المدينة في طريقه المطروح. كمان المدينة مربوطة بشبكة طرق سريعة زي طريق الضبع رود الفرج وطريق مرسى مطروح اسكندرية، ده غير مطار العالمين الدولي على بعد 40 دقيقة ومطار مطروح. وده يبين لك مدى أهمية مشاريع الطرق والبنية التحتية اللي كنا بنعملها في الكام سنة اللي فاتت. بالنسبة لمصادر الطاقة في المدينة، هتعتمد على الطاقة النظيفة زي الشمس والرياح. المدينة هيكون متاح فيها أنماط معمارية مختلفة، هتتقسم ل 11 منطقة رئيسية وهم البوابة الشرقية، باب الشمس، التل الأبيض، مدينة القبائل، جزيرة الحكمة، حي التصميم، وادي التين، الحي القديم، شاطئ السلاحف، الخليج، وأخيرا البوابة الغربية. خلاصة الموضوع، مدينة رأس الحكمة الجديدة هتكون أكبر تجمع لسلاسل الفنادق العالمية على سواحل البحر المتوسط، وهتكون أشبه بمدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر. واللي ما يعرفش قيمة شرم الشيخ، دي أكبر وأهم مدينة في مصر من حيث عدد الفنادق والمنتجعات السياحية بأكثر من 200 فندق ومنتجع سياحي، وبتعتبر واحدة من أهم المدن السياحية في العالم. فلما نعمل مدينة شبيهة ليها على السواحل الشمالية بإمكانيات وخدمات أحدث، فأكيد ده هيكون عنصر مهم جدا لنمو السياحة وزيادة الدخل القومي. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم على خير بفيديو قادم إن شاء الله.